سيد خالد شواني هاي حرمه وتنخت بيك ودمعتها بعينها فوق السنتين ونص الوحيد الان اروح اواجهه في سبيل اروح اجيب من هنا ومن هنا واشتغل بالبيوت والله الله شاهد علي لساني اشتغل بالبيوت واخبز للعالم واودي له مصرف وما اريده يعني ما بلا معنيه هو رجلي هو ابو ولادي السابق يعني ليش يجي ليش يجي عذبونه وهو يا ما خدم الدائره يقول استاذ نجم ارجو من حضرتك توصل صوتي الى معالي الوزير استاذ خالد شواني لان زوجي تعرض للتعذيب جسدي ونفسي من قبل المفوض اللي هدد زوجي اذا اشتكى الى اداره سجن سوسه قالوا اذا اهلك جوالك المواجهه بعد ما تشوفهم اذا اهلك جوالك للمواجهه بعد ما تشوفهم بعينك وزوجي عنده تقرير طبي من الطبابة من سجن سوسة يثبت بأنه تعرض لتعذيب جسدي ونفسي وإذا وصل صوتي لمعالي الوزير خالد شواني انطونيان بس بالمناسبة هذا السجين اتصل بي على تليفوني وحكى وياي من السجن وهاي زوجته أم فيصل شلونك أم فيصل شلون الله يسلمك أبوي الحمد لله أخوي الله يسلمك الله يعافيك الله ينطيك صحة وعافية استاذ انا يعني ناشرتك وقلت لك لان زوجي يعني تعرض على تهديد وتعرض على يعني تعذيب جسدي ونفسي من قبل يعني مفوض ما يعني يصير اقدر انطي اسم استاذ لا تذكرين اسماء المفوض ليش عذبت زوجك؟ عذب زوجي وعنده تقارير طبيه هو بسجن سوسه مسجون وهدد وقال له إذا تشتكي إلى دائرة السجن أو إلى المدير أهلك أي واحد من أقاربك يجي للسجن هاي بعد ما تشوفه بعينك بعد ما أشوفه بعينك هذا المفوض المفوض نعم أستاذ المفوض ويعني ليش تقارير ليش عداوته وياه ما أعرف هو أنا زوجك حجالي يقول أنا كنت حداد أيام نعم المدير أستاذ. السابق وشدوا من النقل للمدير من النقل للمدير دول نعم استاذ شدوا وياه زين عنده نعم استاذ كان هو عنده حداد بقسم الحداده ومره من المرات حيدر الساعدي التقى به شخصيا وطلع له على التلفزيون العراقيه ذا اتذكر على العراقيه وحكى له وكان استاذ المدير كاكا مؤمن يطلعوا ويخابر وهاي ونروح نواجهه أحسن صورة ما علي أي شيء أنت عندك الآن يثبت أن زوجك خضع للتعذيب وللتهديد هي عندي تقرير طبي من قبل سوسة زين يا مدير سجن سوسة الطبابة اللي بسجن سوسة أنا كدمات من 10 إلى 14 كدمة بجسمه زين سيد مدير سجن سوسة أنا راح أفترض أنت ما تدري اسم هذا المفوض عندي هسه انت همزين مفوض وهمزين بيد الله الهوى مو بيدك انت منو حتى تقبل وترفض وتسوي وتصدر قرارات بكيفك انه تمنع فلان وتمنع فلان هاي القصة سيد وزير العدل يعني المحترم يعني استاذ اناشد كل وزير العدل واناشد كل خير استاذ يعني انا ما عندي غير الله هو يعني استاذ والله العظيم هاي فوق السنتين ونص ويلاد وما شايفينه فوق السنتين ونص الوحيد الآن أروح أواجهه في سبيل أروح أجيب من هنا ومن هنا وأشتغل بالبيوت والله الله شاهد علي لساني أشتغل بالبيوت وأخبز للعالم وأودي له مصرف وما أريده يعني ما بلا معنية هو رجلي هو أبو ولادي السابق يعني ليش يجي ليش يجي عذبونه وهو يا ما خدم الدائرة ويا ما سوى بالدائرة وهو سمعته بالدائرة اسأل الدائرة كلها سمعته مثل الورد ما عنده أي خلافات بالدائرة مفيصل ومع هذا العلم نعم أستاذ السيد خالد شواني هاي حرمة وتنخت بيك ودمعتها بعينها أنا ما له علاقة بحكم القانوني مالته متهم سجين قصة هاي أخرى نحترم القضاء ونحترم القرار لكن لما يتم الاعتداء عليها من واحد ما يحترم القانون هذه يجب أن ينفتح بها تحقيق
يا معالي الوزير هاي صار قضيتين اليوم لك، هذا رقم المرأة عندي واسم المفوض عندي، جيب أبو سوسة كمدير وجيب المفوض يجونك البغداد وجيب المرأة وافتح تحقيق بين الثلاثة. السجين أقول لك مع الوزير إلي اتصل بيه وقال لي هاي القصة. صار فيصل